جاك ينطلق على مستوى الجهة اليسرى، كرة للأمام، لكن هنا أيضا كرة مشتركة، المدافع يحاول إبعادها يضعها في مبدأ السلامة الركنية لمصلحة فريق الاتحاد. إكوامي بيخلص هذه الكرة وبالتالي ركنية اتحادية. هذه كرة ياسين باتجاه ملابا فريق خرفة، كان طبعا كلبه كان هو الافضل من خلال تواجد هؤلاء اللاعبين. بحث عن مسانده، 6 أهداف هذا الموسم، لكن يبقى هداف دورينا لابا كوتشوس، 10 أهداف. هذه كره للامام راسيه، الله، جول اتحادي اول، هدف اتحادي اول للنمور. النمور يسجلون هدف المباراه الاول في الدقائق الاولى على بدايه هذا اللقاء. في الدقيقة 5 النمور تفترس النسور في لقطة من ملابا اللي يسجل هدف 7 هذا الموسم في بطولة الدوري. شوف ملابا لم يكن في وضعية تسلل، ملابا يسجل هدف اتحادي أول، ملابا يفعلها مرة أخرى، التوغولي في مواجهة المرمى، 1-0 لمصلحة الاتحاد، راسية من ياسين والمتابعة من ملابا، وبالتالي النمور يتقدمون بهدف سريعا في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول. هذه كرة انتظرها ملابا. جوجاك يحاول فيها، جوجاك يلعب له كرة تغيير اتجاه، لعب الكرة باتجاه ياسين بخيت، يا سلام مرت قدم ياسين، انطلق في هذه الكرة ياسين.